يسعد صباحكم مشاهدينا جديد، وهلا وصلنا معكم لفقرتنا الحواريه الثانيه لليوم. بدنا نحكي عن موضوع كثير هام علا، يمكن نحن بدينا بصباحنا فيه، هو التفاؤل. اليوم لما بنحكي عن تفاؤل وامل، وخصوصا بهيدي الظروف الصعبه، في ناس فعلا بيصابوا بالاكتئاب. لكن وين المشكله؟ يعني تخيلي اذا اطفال اصيبوا بالاكتئاب، يعني هون المشكله الحقيقيه لما بيكون باعمار صغيره. يعني الطفل لسه بنقول هو طفل، يعني شاف لسه من الحياه لحتى يكتئب او لحتى يكون بظروف نفسيه كثير صعبه. بالفعل معك حق، حاليا كان في دراسه وكانت كانت الموجهه الاختصاصيه بالارشاد النفسي بوزاره التربيه رفاه دادا، كانت دقت ناقوس الخطر بخصوص موضوع الاكتئاب عند طلاب صف الاول. يعني كان في حالات اكتئاب لطلاب صف الاول. يمكن الظرف اللي نحن عم نعيش فيه صعب، يمكن كثير ضغوط، ولكن مفروض كثير نهتم بهذا الموضوع. للحديث اكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا انه يكون معنا بالاستوديو المرشده النفسيه ريم زيود. يعطيك الف عافيه وصباح الخير. عافيه وصباحكم خير. سعد صباحك. صباحكم. يعني فعلا هو موضوع كثير هام. يعني اليوم بدنا نحكي انه طفل مكتئب، يعني هلا مثلا الطفل بنقول هو لسه شو شاف من حياته، لسه شو مر بظروف، ربما يمكن هو بقى بدنا نرجع للبيئه اللي هو عايش فيها او ربما الظروف اللي عايش فيها. فاذا بدنا نحكي نحن يعني قبل ما ندخل بهيدي التفاصيل، الاكتئاب اليوم او الاضطرابات النفسيه عند الاطفال، اذا بدنا نعرفها كتعريف بسيط، يعني شو هي بالضبط؟ هلا نحن متعارف عليه انه الاكتئاب او القلق او التوتر النفسي بنشوفه عند الكبار بس، والكل بيعرف انه بس ما هو موجود عند الفئه العمريه الكبيره، بس هو موجود عند الاطفال. لانه حاله التوتر والقلق او الاضطراب اللي بيكونوا عايشينه الاهل ضمن البيت لاي موضوع كان او لاي سبب كان، تنتقل بطريقه غير مباشره بدون ما ينتبهوا الاهل يعني عليها، تنتقل لاطفاله. يعني طفل عائله يعني بتعيش حاله توتر او احد الابوين الام او الاب او قلق او مثلا اضطراب لاي سبب كان، الام زعلانه متضايقه بالبيت عم تحكي بالموضوع عم تشكي همها، هي الطفل قاعد جنبها عم يسمع، والطفل معروف بيسمع اهله بينتقل له هيدي الحاله، فبتصير عنده هيدي حاله التوتر والقلق اللي نحن نكون ما لنا متوقعين انه طفلنا ينصاب فيها. صحيح. طب شو الاعراض اللي بيعاني منها طفل لحتى نقول انه هذا طفل مكتئب؟ هلا يمكن كلمه مكتئب نحن بنستخدمها كل النهار، انا مكتئبه، بس اكيد في اعراض. يعني يمكن انا اكون زعلانه ماني مكتئبه. يعني هي كلمة مكتئبة بالأساس هي كلمة خاطئة. الأشخاص بيتداولوها أحيانا، ممكن يكون الموضوع بسيط، زعلان الشخص إيه بيضل أنه بيقول أنا مكتئب، أنا زعلان، أنا حزين، أنا حظي سيء. يعني هي طاقة الجذب فينا، الواحد يكون متفائل أكثر من ذلك ويجيب له الطاقة الإيجابية الأفضل. هلا بننتقل لموضوعنا اللي هو كيف فينا الأم تعرف أنه هو طفل مكتئب أو عنده حالة قلق أو توتر. أو هلا القلق ولا التوتر والاكتئاب لكل واحد منا هي أعراضه الخاصة و سماته اللي بتظهر على الطفل. هي بالمجمل هي مجموعة أعراض نفسية، نفصل كل وحدة لحالة، بس بشكل عام كيف الأم تنتبه لأبنها أنه هو عنده حالة من هذه الحالة. تظهر عند الطفل مخاوف كتير، بضل الطفل عم يخاف. مثلا نطرح مثال بسيط، بصير هو هذا الخوف عنده بيجنبه أنه كتير ما يمارس نشاطات ومواقف يومية حياتية يومية، سواء كان في المدرسة أو بالبيت. مثلا مطرح مثال بسيط، طفل عنده نشاط رياضي معين او هي هوايه هو بيروح عليها دائما، ببطل بقى يروح، بنشوف انه هو بطل بقى يروح. بتصير تظهر عنده اعراض جسديه، بيشكو كثير من وجع راس، بطن، الام معده، تعب، بضل تعبان، بضل خمول. تظهر عنده حاله مثلا قدم الاظافر، لما تشوف الطفل لما بلش هون هي احنا بنقول انه عم يقدم اظافر، وهي معناها عنده حاله معينه عم يعاني منها، عم بلش يقرط اظافيره. بصير كثير بيحب يلتصق بابوه وامه، يعني دائما هو كان فترات عنده مثل ما قلنا نشاط رياضي عم يطلع او اي لعبه عم يجوا رفقاته يلعب معهم، شوف ما بقى بطل يلعب مع رفقاته، بطل انه يروح على هذا النشاط، وين صار؟ بحب يضل متلاصق مع ابوه وامه. يعني الا نوع بصير كمان عنده نوع من العزله الاجتماعيه. لما بنشوف كل هالاعراض عند الطفل بلشت تظهر، مع بالاضافه الى بصير عنده حالة غضب شديدة، انفعال شديد، بكاء لأبسط الأمور، بكاء متواصل، فهون الأم تنتبه أنه ابنها في حالة نفسية معينة، يجب اتباع بعض الوسائل والتدابير لحتى هي تطلع لابنها من هذه الحالة. تماماً. هلأ هي كعوارض، لكن نحن كمان نحن بهمنا يعني لحل هذه المشكلة أنه نعرف شو هي أسباب المشكلة، أو حتى نحن نعرف شو هي أسباب الاكتئاب، أنه ليش عم بصير هيك مع طفلنا، وخصوصاً يعني بالحالة اللي تم رصدها يعني وزارة التربية بأنه يعني طلاب صف أول، يعني الصف الأول خلينا نقول هو أنه يصاب بحالة اكتئاب، هي فعلا مشكلة حقيقية. فإذا بدنا نبحث نحن عن الأسباب، يعني شو ممكن تكون هي أهم الأسباب اللي فعلا أنه يعني توصل أي طفل لاكتئاب نفسي ويكون بهيدي الحالة؟
هلا مثل ما قلنا الوضع الاهل بالبيت هو كثير من احد اهم الاسباب اللي بتخلي الطفل يعيش هيدي الحاله. الظروف اللي عايشه هذا الطفل بالبيت، ممكن الاهل يكونوا عم ينقلوا على بيت جديد، فالطفل بيتضايق بينزعج، هو متكيف ومتبعبيت بيئة معينة، فانتقل لبيت جديد. ممكن نقلة من مدرسة لمدرسة تعمل للطفل هيدي الحالة، ممكن مرض أحد أقرباء أو مثلا شخص هو كتير بيحبه قريب، مثلا كتير فقر بالدرجة يعني الأولى، مرض أو فقدان وفاة، تعمل للطفل حالة اكتئاب. أحيانا الأشخاص بيكونوا ما عم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الطفل، ما عم يعززوه، ما عم يدعموه، حالة عدم التعزيز وعدم دعم الطفل بتعمل حالة اكتئاب. هون الأم بدها تنظر لهيدي الأمور وتراعي بعين الاعتبار لحتى هي تقدر تطلع من هيدي يعني الأمور. في أسباب مكتسبة خارجية، خلينا نقول خارج نطاق الأسرة تماما. هلأ دائما يعني هلا المدرسه، البيئه الخارجيه هي احد الاسباب اللي بتعرضه للتنمر، ولا مش احنا من اسباب الاهم من ذلك هي الاسره داخل البيت. لما الطفل عم يكتسب ثقه بالبيت، دعم، تعزيز، مدح، مدح كثير امر هام للطفل. صح. عم يمدح، عم يتعزز، حتى لو كان سلوك بسيط للطفل، يعني اي تصرف بيعمله الطفل نحن بندعمه، بنعززه، بنكافئه عليه، بنعطيه ثقه بنفسه. صح. بصير عنده ثقه بنفسه اكثر، هون بيندعم. لو تلقى برا البيت اي ضغط او تنمر، بتصير اخف واقل. ولما الام بتنتبه على ابنها ان هذه هي الحاله، هي تاخذ بعض التدابير الخاصه بها، بالاضافه لذلك التواصل مع المدرسه كثير امر مهم. نعلمها للانسه بالمدرسه انه طفلنا هالفتره هيك عم يعاني، فانه مشان تتعامل معه بطريقه مناسبه تتناسب معه، لان هي بتكون عم تعالج ضمن البيت والعلاج دي يستمر ايضا مع المدرسه. صحيح. انا كثير بكون عن جد مرتاحه لما بيجي اولياء الامور بيطرحوا لي اي مشكله مع بدايه العام، او مشكله طرقت من خلال بنصف العام، انه ابني عنده هيك حاله. صحيح. لاي ظرف كان، يعني انا من بدايه العام باخذ اسماء الطلاب اللي عندهم حاله انفصال، مع الانفصال والدين او كمان هو من اسباب يعني طبعا زعل. شوف الاب والام في خلافات، مشاكل، امور عم تتم بين الام والاب، بدها تنعكس الحاله عند الطفل، بيئه ما في غير امنه، غير مستقره. صحيح. بدها تعكس على الطفل، يرجع على المدرسه زعلان، متضايق، بشوف رفقاته عم يلعبوا، عم يضحكوا، ما فيه يتواصل معه، بنقول مع الاقران بصير بقى بيصير في عزله عنهم، ما بقى لانه هو حاله عم يعيش حاله حزن. صحيح. حاله توتر، قلق، لانه عايشه ضمن المنزل ونقلها معه للمدرسه. بالفعل. ولكن نادين، يمكن الظرف الاقتصادي والوضع. صحيح. المعيشي اللي نحن عم نعيش فيه يمكن عم بيؤدي ضغط على الاسره، ضغط على الاهل، وخاصه مع بدايه العام الدراسي، وكثير في متطلبات يمكن مشان الدراسه، بالاضافه لهيك وضع مادي عم يعانوا منه، فعم ينقل يمكن الضغط المادي للطلاب. قد ايه هذا السبب عم بيخلي الطلاب تعاني، خاصة لما طفل صغير نادين بيجي بيطلب شغلة والأهل بالفعل بهالوضع ما قادرين يلبوا هيدا الموضوع. شوف نبسط الموضوع، نحكي بمنتهى العامية. صحيح. يعني لما فعلا هذا الخطأ الشائع اللي عم يصير حاليا بالأسر بالعموم. تمام. الحديث المتداول دائم حاليا ضمن الأسر هو حديث الغلاء اللي عم يصير. صحيح. الوضع المعيشي السيء، عدم كفاية الأسرة لمدخولة الذي لا يتناسب مع مصروفها، مع المصروف. فلما الأم عم تفيق من الصبح ومثل ما بنقول تنق على المصروف وتحكي، وبيجي تليفون بتحكي عن مشكلتها، بيقعد حدا معها ضيف بيدخلوا بيحكوا عن الغلاء، وعن هذا الحديث كله اللي عم يتم ضمن المنزل، الطفل جنبك قاعد عم يسمع هذا الحديث، الأم متوترة وقلقة. هي نرجع بنقول حالة التوتر والقلق اللي عم يعيشها الأهل عم تنتقل لابنك بلا ما يحس. لما أنا بحاول بعد طفلي بحاول أتجنب هذا الحديث وطفلي موجود. هي أول شيء الأخطأ الأكبر من ذلك الموضوع هو لما يدخل ضيف على البيت ونحن يضل ابننا عم يشاركنا بالحديث وقاعد عم يسمعنا. الحديث هو للكبار أبدا ما بيفيد الصغار، بالعكس بزودن سوء وعملية التراجع يعني. صحيح. لما أنا بدي مضطرة أحكي هذا الحديث فيني بعد ابني بأي وسيلة كانت، يا أما اللي هي بلعبة أو طلعه برا البيت بنشاط معين حتى خلي ما يسمع هذا الحديث، ما قدرت أعمل كل هالأشياء، على الأقل اتجنب الحديث بهذا الموضوع مش ما له هاي حالة القلق والتوتر اللي عم يعيشه. بصير هو إحنا مفكر الولد ما بيفهم أو ما بيعرف، إنه بنقول صغير، عم نحكي عن المرحلة العمرية الفئة الأولى الصف الأول. صحيح. هو سامعك، هو عم يعيش كل ظروفك الصعبة أو الحلوة، عم يتضايق وعم ينزعج. نحن فينا نبسط الفكرة، فينا إذا حبينا نحكي ننقله للطفل صورة، معلش نحن وضع البابا هيك، نحن وضع هيك، بس نحن بنقدر ماما بنصير أحسن بكرة، إن نعطيه شوية جرعة تفاؤل أو أمل، أو منطلعه برا البيت، وبالنهاية
تتجنب الأسرة على قدر الاستطاعة أنه هي ما تشارك طفلها ضمن هذا الحديث، لأنه هو كتير عم يأثر. يعني أنا بتفاجأ بأكثر من قاعدة أنه أولاد صغار عم بيفكروا أنه هي حقها هيك وهي سعرها هيك وهي معنا، يعني صاروا بيعرفوا يعني الأسعار فعلا. هلأ أنا مع الأطفال متواجدة، والطفل دائما بالمدرسة بيحب يحكي مع معلمته، خصوصا إذا ارتاح لها كتير وبيحكي لها كل شيء. انا عن جد احيانا هيك بتجيني الضحكه، ايه انه اطفال عم يحكوا بمواضيع ابدا ما بتلامس طفولتهم بعيده عنهم، يعني انه شيء بزعل عن جد. يعني احاديثهم بنقول لهم نحن احاديث كبار، او بنقول شو بنقول نحن هيك، بنقول والله هو تربيه خطاوره او تماما، لانه هو ما عم يعيش الطفوله اللي هو بده اياها. هلا نحن هذا الجيل نحن فينا نقوله، لانه دائما او الكلمه المشاعه انه هذا الجيل كبر قبل اوانه. يعني كيف كبر؟ يمكن الظروف المحيطه دائما هي اللي خليته يكون اوعى، حتى خليته يمكن يكون مسؤول. يعني حتى بنشوف في اطفال هن فعلا مسؤولين كبر، لانه مشاركه يعني الاهل للطفل باحاديثه هذا من من اذا بتجعل المخرب الاخر. هو يمكن ما كثير يكون خاطئ هذا الموضوع، انه اذا الطفل كان على درايه كامله بوضع او ظرف معين، لانه ممكن الطفل خلينا نقول اذا هو طلب شيء من اهله مثلا، ممكن اهله غير قادرين على تلبيه هذه الطلب مثل ما حكينا ولا لكن في اسلوب هون بقى تبسيط الفكره الأهل. تبسيط الفكره وانا بعض الأمهات ما معنى هلا، أو بعض الأهل يعني إنه ما في هلا ما موجود ما معنى بعدين، أو هيدي الشيء غالي كتير إنه نحن ما قادرين نجيبه، نقدر نقنع الطفل يعني فينا. هون بندخل بالحالة النفسية، فبدنا نحكي هو مو غلط أبدا الطفل يعرف الوضع والظرف والحالة، بس مو بالصورة المعقدة اللي بنعرفها، نحن بقى الأسلوب. يعني شو ممكن نحن نجاوب أطفالنا بهيك حالة إنه نحن ما قادرين نلبي له طلبه، فشو بده يكون الجواب الأسلم والأمثل؟ شوفي دائما الطفل بالمرحلة العمرية الأولى عندك الحيلة هي احلى الوسائل واجملها للطفل لحتى هو يتقبل الواقع. دائما تبحث عن حيل، عن حيل ووسائل هي تقنع فيها طفله. حيل هي ما عندها هيدي الحيل، تفوت مواقع تشوف، يعني في كثير من الحيل. معلش اذا بدنا على الطفل نعطي امثله كجمل تماما مثلاً. فينا نستخدم مثلا عباره اسهل من انه مثل الام لما تبتعد مثل ما انها بتنق وبتحكي عم تبكي. طبعا عم تبكي هي، ما رح تبكي ابني. صحيح. انا فيني اني انه اتمالك نفسي وما ابكي قدام طفلي. لما انا بشوفه متضايق مزعوج مثلا، انا فورا طلعوا لبسه وطلعوا اخذه على اقرب حديقه ممكنه، لعبوا خليه ينسى الموضوع اللي كنت عم بحكي فيه، عم لعبوا. بسطت الفكره، قال بابا يلا هلا تعبان، البابا هلا بكره بده يشتغل، وبكره بيجيب لنا مصاري كثير، وبكره بنجيب فيه كل الالعاب اللي بنحبها. يعني هيك الام فينا باسلوب الدعابه، المزاح، تقري له قصه حلوه، تحبك قصه من الخيال هي بتناسب، بتلائم طفل، انه كل طفل له مفتاحه. يمكن هو حتى بتناسب القصه اللي صايره معهم ممكن تماما، لانه عن قصة نفسها تماما، القصه هي نفسها. صحيح. بس بطريقه حلوه باسلوب سلس، تستخدم عبارات والفاظ هي بتناسب طفلة، مو عبارات ألفاظ هي تفوق عمر الطفل. فهيدي الطرق هيدي بتقدر الام انه تطلع من حالتها اللي هي فيها قدر الامكان. الكلمه يعني المشهوره شو نحن قاعدين على بنك، نحن قاعدين على بنك. ابسط موضوع للاطفال هو ما بدنا نخليه بالبيت، ابسط موضوع ما يخلي نشاطات، نشاطات نلهي بنشاطات تماما، يعني نلهي عن نطلعوا برا البيت اللي ما عندهم قدره ماديه، طلعوا برا البيت على حدائق العامه، مركز ثقافي في عام للطفل، في مكتبه الطفل العموميه، فيها قراءه قصص، فيها العاب، كلها مجاني او باسعار رمزيه جدا جدا بتناسب كل الفئات. فاهم شيء نطلعه من هذا البيت، ما نشاركه دائما مع حديث. لما بده يدخلوا الكبار الاولاد ما لازم، خلص بيسلموا على 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 الضيوف اللي موجودين، وبيدخلوا على غرفهم اللهيهم باي وسيله، ودائما بنشاركهم بنشاطات خارج البيت مشان يفرغوا كل الطاقه اللي عندهم، بيرجعوا لبيتهم تعبانين، خلص بينام الطفل بساعات مبكره، بياخد كل وقته بفيق نشيط على مدرسته على نشاطه اللي هو عم يعمله. أحياناً الطلاب أو الأطفال الصغار بيتعرضوا لفكرة مقارنة بين طفل وطفل، يعني هلأ عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، يمكن هو المشكلة الأساسية بالفيسبوك للأمانة، هاي قصة اللونش بوكس اللي بيكونوا حاطين فيها كتير شغلات وأكلات لازم ياخذها الطفل معه على المدرسة، حتى مثلاً نشاطات أنا مسجل بنادي رياضة وناد، هي نوع من المقارنة، مفروض الأهل المدرسة، هون صار دور المدرسة للتنبيه بهذا الاختصاص، لأنه الأهل ما فيهم يعملوا شيء، شرحوا لهم للطلاب وقالوا لهم إنه نحن ما معنا مصاري وإن شاء الله يا رب بيصير، بس المدرسة والتفاوت ما بين الطلاب، شو كيف ممكن يكون الحل من المدرسة هاي؟ طبعا هلا دائما بده يكون في تعاون لحتى لنجاح أي موضوع كان، بده يكون في تعاون بين الإدارة وبين الأهل،
انا دائما بعلاج اي مشاكل الاطفال بطلب ولي الامر، لانه اذا انا عالجت من عندي نص لحال وما عالجوا الاهل ما نوصل لنتيجه المطلوبه. يعني فبصير التعاون بين الاداره، الاهل بيحكوا دائما باي موضوع، مثلا بيكون الطفل عنده اي مشكله كان بالعمل من بدايه العام لنا، بيجي الاهل بيحكوا عن وضع ابنه او حالته، او اذا طرا اي حاله جديده، يمكن يكون طفل ما عنده بدايه العام اي حاله، تطرا عليه حاله جديده، الاهل معلش ياخذوا من وقتهم شوي، يجوا على المدرسه يحكوا عن وضع طفلهم، بصير في تعاون، بنوضع خطه معينه نمشي عليها، قواعد انه متفق عليها بالمدرسه وبالبيت شيء نعمل مشان تنجح هيدي الموضوع. دائما الوسط، يعني خلي الامور اوسطها، تبسيط الامور بكل شيء، سواء كان تبسيط او حتى يعني ب مثل ما ذكرتي على الماكولات اللي ممكن ياخذ الطفل معه على المدرسه، يعني هلا في طلاب غير قادرين على شراء بعض المواد الغذائيه او حتى على مصروف او خرجيه معينه بالمدرسه، يعني خليها هي كمان هي دعوه للاهل اليوم، يعني حتى للاسر خلينا نقول المرتاحه ماديا او حتى الاسر المتوسطه الدخل، يعني يجب ان يكون هناك دائما في عدل، يعني في تبسيط مثل ما ذكرتي، ودائما الوسط هو الانسب. هلا شوفي نحن هذا الموضوع تحصرا نتعاون فيه مع الاهل وكثير بنريحهم، كونه نحن بمدارس عامه واحياء ذو دخل محدود، يعني نحن بنتفق مع الاداره ضمن المعلمات انه نحن بنقول ممنوع حدا يجيب معه خرجيه مصاري. حلو. نحن هيك بنكون ريحنا الفئه الثانيه اللي هي غير قادره انه تجيب مصروف كبير. نتعاون ايضا مع المعلمات مثلا بوسائل اللي ممكن يجيب، معلش جيبوا احلى دفتر، المهم يكون يكتب، ما ضروري شو الرسم عليه، ما ضروري شو هو يكون نوعيته، معلش ماما ما تجيب شنتايه كثير كثير ثقيله هون تخرب على الارض، يعني نحن هون لما بنبسط للطفل الموضوع، صدريتك معلش لو من السنه الماضيه كويه وظبطها وحط لها هون طبعه حلوه. حلو. او رسمين نحن كثير بنحبها وكثير بنتقبلها، فهم بنكون ريحنا الاهل من كثير قسم كثير كبير انه هن يتكلفوا او يصرفوا اولادهم المصروف هن غير قادرين على انه يتصرفوا. زياره الطبيب النفسي ايمت بتكون ضروره؟ انه صار الطفل بمرحله لا انا لازم اخذه عند دكتور نفسي. لما بصير الطفل هو بالبيت مزاجه ابدا غير المعتاد، عصبيه دائما، شوفوا كثير ما يعصب، عم يبكي بشكل متواصل. هلا كل الاطفال بيبكوا، بس لما الطفل بيبكي بطريقه كثير طويله ومستمره وعلى اهون سبب، هون بنكون عنده حاله مزاجيه معينه، بصير عنده قلق بالنوم، هو بقى عم يقدر ينام بشكل صح، ينام فيه كثير غير قادر على ضبط نفسه، عدم تركيز، مثلا انا عم درسه وعم علمه انه هو ما عم يركز، ما عم دائما ذهنه انه خارج التركيز، فهيدي الحالات اللي بتصيب هذا الطفل بنشوف انه هو الاهل غير قادرين بقى وعملوا كل الوسائل المطلوبه مالهم قادرين انهم يعالجوا بالبيت. ابدا ما غلط لما تروح بزور طبيب نفسي وبيعالج الموضوع لانه في بعض الادويه لو كانت بسيطه بتعدل من هذا السلوك. نعم اكيد نشكرك جزيل الشكر انسه ريما زي كنتي معنا لليوم، وطبعا لكل هيدي النصائح اللي قدمناها اليوم، يعني هي فعلا توجيهها مثل ما ذكرتي بتعاون عده جهات، يعني خلينا نقول هو المجتمع المدرسي، الاسره، وايضا انتم اختصاصيين يعني بهيدا المجال، يعني يعطيكم الف عافيه دائما في متابعه مستمره مع الطلاب، وان شاء الله يا رب يكون استفادوا من النصائح اللي قدمناها اليوم، وكل الطلاب يكونوا متفائلين وغير مكتئبين. اول شيء الاهل يكونوا متفائلين حتى يتفائلوا. الله يا رب يعطيك الف عافيه، وشكرا لك على مجهودك، وان شاء الله يا رب الايام الجايه بتكون احسن على الاهل وعلى الطلاب. هذا املنا دائما، لازم نضل متفائلين على هذا الامل.